موعظة نسائية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في العبادة. الإخلاص من أهم الأعمال القلبية المطلوبة من المسلم والمسلمة في العبادات المفروضة عليهم وفي أعمالهم الحياتية. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيتين يأمر بالإخلاص في العبادة ويأمر أيضا بالإخلاص في الدعاء. ومن الإخلاص في العبادات الإخلاص في عبادة الصوم، فيجب على المسلم والمسلمة الإخلاص في أداء هذه العبادة وهي عبادة الصوم، والابتعاد عن كل ما ينافي الإخلاص في أداء هذه العبادة والابتعاد عن كل ما ينافي الصوم أو يفسده. وللإخلاص ثمار، ومن ثمار هذا الإخلاص أنه سبب في دخول الجنة، وأنه أيضا سبب في اكتساب والحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإخلاص من ثماره أنه أيضا سبب في تفريج الكروب، وسبب أيضا في الحصول على الرزق. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.